بسكويت الكريسماس عبارة عن زبدة، سكر بودرة، عسل نحل، لبن بودر، بيضة، رشة ملح، 400 جرام دقيق، معلقة صغيرة من النشادر، بيكنج باودر، يعني نشادر بيكنج باودر، ينسون مطحون، جنزبيل برضو مطحون، قرفة، بهارات مشكلة، قرنفل مطحون. دي طبعا العجينة بتاعتنا اللي احنا هنعجنها، اللي بتحط على الوش بقى 2 ابيض بيض مع سكر مطحون او منخول حسب الاحتياجات، ورشة ملح صغيرة. طيب ده الايه؟ الدقيق. وادي سكر بودرة. وادي النشادر. وادي الملك، انا لملك ايديك. وادي الملح. حبهان مطحون. زنجبيل مطحون. وادي و ها وايه غن ماشي شطرة. حاضر، ادي البيضة وادي اللي شواها. بصوا يا جماعة، احنا دايما بنعمل حاجات حلوة تعجب حضراتكم. هنبص بس على الفرن بتاعنا. ها وانا مش هديها مية العجين ولا حاجة. ها هو مش ماسكه اهي، ده شويه سمنه اهو، شويه سمنه اهو كده هيلم مع بعضه. طيب العجينه بدات تتجانس مع بعضيها. طيب دي العجينه بتاعتنا، وكده بنقسط شجره الكريسماس اهي. ببقى دايما ايديا حنينه عليها عشان مش مستحمله، هي بتبقى يعني ناشفه شويه، فلما نعملها ترن اوفر بالعجينه نفسها ما نقلقش. يعني ايه هو الترن اوفر؟ يعني انا ممكن اعمل شكل تاني من نفس العجينه اللي عندي. طب حول الله رب العالمين، يعني سيبوها تحل يعني تاني؟ طعمه حلو قوي. هلمع لك شويه بس وخليك الباقي ايه؟ طبعا هعمل حبه بالشوكولاته وحبه بالفانيليا. ده اسمه جلاس.